كريم، أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. انطلق الشوط العاشر بانطلاقة تعداد الأشواط لهذه الفترة المسائية بانطلاقة سن القعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. ننطلق معكم مع انطلاقة المركز الأول والصدارة والمقدمة. هنالك مساح على المركز الأول على السيطرة على الانطلاق، عبد العزيز بن خالد العطية مع انطلاقة هذا الشوط، ولكن المركز الثاني هنالك من الجانب الأيمن، ومع الانطلاقة هنالك من انطلاقة صاحب المركز الثاني سراب حمد بن محمد بن جهويل بانطلاقته إلى الصدارة وإلى المقدمة، ولكن هنالك من الجانب الأيمن نرى حبيب مع انطلاقته، سالم بن ناصر بن حفيظ المري مع انطلاقة المركز الثالث، أو هنالك الذي تسلل بدوره إلى الصدارة. نرى الانطلاقة من قبل محذور هنالك انطلق مع المركز الأول مع سالم بن زيد بن انديلة المري بانطلاقته إلى صدارة هذا الشوط، ولكن المركز الثاني دعونا نرى الانطلاقة من قبل ثاني المراكز، هنالك الذي تسلل بدوره وانطلق مع ثاني المراكز، وهنالك الانطلاق من قبل همنول محمد بن علي السعودي مع انطلاقته مع ثاني المراكز. المركز الثالث سراب مع نايد بن مسلم بالزفنة العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك عجلان بعجلة من أمره وبانطلاقته إلى المركز الرابع، عجلان المملوك العقاب بالرمال الشمري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الانطلاقة من قبل سراب مع حمد بن محمد بن جهويل المري مع المركز الخامس. خمسة أسماء، خمسة نجوم، فايف ستار أذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام. انتصفت المسافة وطويت سجلات 1500 متر المتقدمة، وبدأنا بفتح سجلات جديدة بانطلاقة أو بنهاية هذا الشوط. هنالك الصدارة ونعود مع المقدمة لنرى شلي جرى على المركز الأول، شلي صار على الصدارة. هنالك شعار بالسعودي المنطلق مع المركز الأول، هملول والسلالة الهملولية والانطلاقة من قبل محمد بن علي بالسعودي والمباعدة مع المركز الأول. المركز الثاني هنالك الانطلاقة من قبل محذور سالم بن زيد بن انديلة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نرى القدوم والانطلاقة من قبل سراب مع نايد بن مسلم بالزفنة العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع سراب بانطلاقة رابع المراكز مع حمد بن محمد بن جهويل مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الذي تسلل بدوره وانطلق مع رابع المراكز وبانطلاقته مع المركز الرابع، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع بالسعودي المنطلق مع المقدمة، المنطلق مع الناموس نحو الناموس بالسعودي، منطلق مع المركز الأول محمد بن علي بالسعودي، المنطلق هنالك مع سراب مع الصدارة، أو هنالك مع هملول بالفعل، هملول والسلالة الهملولية تثبت وجودها بالانطلاقة المسائية مع المضمر والمالك محمد بن علي بالسعودي. الله يسعد مساك بالسعودي، ولكن هنالك الانطلاقة والغدوم من قبل طريف مبارك بن محمد القطامي مع المركز الثاني وايضا المركز الثالث. نرى الانطلاقة من قبل سراب نايد بن مسلم بالزفن العامري، ولكن اعود مع هملول، هملول على الصدارة، هملول على المقدمة، على السيطرة، على الانطلاق منذ انطلاقة هذا الشوط. سلام مالك هملول، سلام، سلامي على هملول وعلى انطلاقة هملول وعلى أدائه المميز وانفرادته مع المركز الأول ومع الأداء المتميز ومع العرض الجميل والأداء المرموق. التهاني والتبريكات لمحمد بن علي بالسعودي على فوز هملول على المركز الأول. المركز الثاني هنالك الغدوم من قبل ثاني المراكز، المركز الثاني طريف مبارك بن محمد القطامي، ثالث المراكز كان الغدوم من قبل برهان مع محمد بن حمد بن جويل، المركز الرابع كان الغدوم من قبل مختار راشد بن طالب بن شريم المري، المركز الخامس يا أخوي بخيت، خامس المراكز لحمد بن مايق الحبابي أو حامد بن علي بن مايق الحبابي مع المركز الخامس وحصول المركز الخامس. الثاني والتبريكات
نزفها للجميع، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. وهناك ما تشاهدون على البث المباشر وانطلاقة هملول على المركز الأول ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. التهاني والتبريكات والتوقيت الزمني لحظة الوصول 4:31 5 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن علي بالسعودي على فوز هملول على المركز.